اليوم مشروعنا هو مشروعي حقي في التصويت، مشروعي حقي في التعبير، مع بتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ومحافظة الكرم، وهذا اللقاء الجماهيري حول توعية بالعملية الانتخابية والمشاركة السياسية للمرأة. وإحنا من خلال منبر تلفزيون الفرجر بنأكد على الأحزاب السياسية والأحزاب السياسية إنه تزيد نسبة الكوتا من 20% إلى 30%، وهذا ميثاق شرف وقعت الأحزاب السياسية مع المراكز النسوية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. مؤسسة مفتاح كانت سباقة في هذا المجال، عملت لنا عدة دورات تدريبية، يعني بتهتم كثير في عضوات الهيئات المحلية. عرفنا من خلال مؤسسة مفتاح كثير عن شغلنا في البلدية، كيف نشارك، كيف نساهم، كيف نشارك في اتخاذ القرار، كيف نتعرف على كل شيء في البلدية. كمان يعني مؤسسة مفتاح مش أول مرة بتيجي على الجمعية، على مقر الجمعية. من قبل طبعا اجتوا أعطونا كمان عن الانتخابات، طبعا بمناسبة أنه في انتخابات جديدة في الهيئات المحلية، نسقنا مع مؤسسة مفتاح، اتفقنا أنهم يجوا يعطوا الصبايا عن الانتخابات الجديدة، كيفية الانتخاب وكيفية الترشيح والكوتا وحق المرأة في الانتخاب.